السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح نبلش السلسلة اللي ماشيين فيها تبع تعليم الكلمات الألماني وعن طريق الصور، ورح نكمل اليوم الدرس الثالث إن شاء الله، اللي هو بيحكي اليوم عن إيرايغنس إم ليبن، اللي هي بتجي أحداث في الحياة، يعني شو بيصير معك من أحداث بالحياة، يعني مثل مثلاً هلا حورجيكم، انا حتشوفوا الكلمات كلياتها هون، تمام؟ كله حنساوي هلا مع بعض ان شاء الله. بالاضافه رح نحكي كمان عن هي الكلمه اللي هي فيستي، اللي هي الاحتفالات، تمام؟ شو في اعياد، شو في احتفالات، شو في كذا، كمان رح نحكي عن هذا الموضوع هذا، تمام؟ هلا رح نبلش ان شاء الله. رح اقول لكم انا مثل كل عاده بحط على الصوره وبنحكيها، تمام؟ نقول شو المكتوب فيها. قبل ما نبلش، الله يخليكم، إذا عم تستفادوا من الموضوع، عم تستفادوا من الدروس اللي عم بعطيها، بتمنى تشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين بالقناة، مشان تشجع أني كمل واستمر بهذا الموضوع، مشان ما يروح تعبنا على الفاضي كمان، تمام؟ هلأ مثل ما حكينا رح نحكي اليوم عن الإيرايغنس إم ليبن، تمام؟ اللي هي أحداث في الحياة. هاي عنا بتجي أول كلمة محطوطة هون فوق، شايفينها؟ اسمها إيرايغنس إم ليبن، أحداث في الحياة. وتحت منا شوفوا شو مكتوب هون، مكتوب اللي هو فيستي، فيستي اللي هي الاحتفالات، تمام؟ هلأ عنا الكلمة الأولانية اللي هي هاي، مكتوب دي هوخ تسايت، دي هوخ تسايت، هاي معناتها كلمة الزفاف اللي هو العرس، تمام؟ اللي بعدها دير جيبورتستاك، دير جيبورتستاك اللي هو عيد الميلاد، يوم الميلاد، إذا واحد عنده عيد ميلاده اللي هو بيجي جيبورتستاك، تمام؟ هلا يلي بعدها داس فاينختن، داس فاينختن هي اللي تجي هو عيد ميلاد المسيح، تمام؟ هذا بيجي عيد ميلاد المسيح عندهم، داس فاينختن، تمام؟ اللي بعدها دير فالنتاينز تاغ، دير فالنتاينز تاغ، طبعا هذا كل الناس بتعرفوه، عيد الحب، تمام. هلا عنا الكلمه يلي بعدها داس تانكس جيفينج، داس تانكس جيفينج هاي معناتها عيد الشكر، تمام. اللي بعدها داس هالوين، داس هالوين اللي هو معروف عيد الهالوين تبع الرعب، تمام. اللي بعده دير او داس زيلفستا، دير او داس زيلفستا اللي هو عيد راس السنة، بيجي كل نهاية السنة. يلي بعده داس اوستان، داس أوسترن، تمام، اللي هو عيد الفصح. عنا يلي بعدها دي هانوكا كا، دي هانوكا كا اللي هو عيد التدشين، ما بعرف شو هذا، تمام. اللي بعدها بيجي داس فيزاك فيست، داس فيزاك فيست اللي هو عيد ميلاد البوزة، البوزيين، تمام. اللي بعده داس غمضان فيست، داس غمضان فيست اللي هو عيد الفطر، تمام. عنا يلي بعده داس شينيزيشي نويا يا، داس شينيزيشي نويا يا اللي هو راس السنة الصينية، بالصين عندهم عيد راس السنة بيجي لحال هذا، تمام. عنا يلي بعده دير كارنفال، دير كارنفال اللي هو الكارنفال عندهم هون بيحتفلوا فيه كمان في ألمانيا، تمام. عنا هلا خلصنا من الأعياد، هذول الأعياد اللي بتجي هيك أسماءهم وهيك لفظهم. نجي هلا على الصورة يلي بعدها،
كمان مكتوب فوق عندنا نفس اللي قلت لكم اياه. ايغنيس ام ليبن اللي هو احداث في الحياة. وفي عندنا الكلمة اللي تحت مكتوب فيندبونكت اللي هي نقاط تحول. تمام، هلا عندنا هي الصورة دي جيبورت ولادة، انه مرة مثلا عم تولد اللي هو جيبورت ولادة. تمام، عنا اللي بعدها دير كيندرغارتن اللي هي الحضانة، بتجي روضة الأطفال بتجي الحضانة. تمام، عنا اللي بعدها دي أينشولونج اللي هي المدرسة، تجي من صف الأول وطالع، هي بتقولوا لها أينشولونج. تمام، عنا اللي بعدها دير شول أبشلوس بال اللي هو حفل التخرج من المدرسة، وبتصير بيتخرجوا الطلاب من المدارس بتنقال مثل ما ذكرت لكم اياها. تمام، عنا اللي بعدها زيش فرلوبن اللي هو انه خطب شخص، عم تقول انه خطب. تمام، يلي بعدها زيش فرليبن انه وقع بالحب. تمام، انه اذا واحد حب واحدة او واحدة حبت واحد فبينقلها هيك. تمام، عنا يلي بعدها Der Berufseinstieg اللي هو دخول في مجال عمل، يعني إذا حدا عم يعمل مهنة مثلا، عم يتعلم مهنة. تمام، اللي بعدها Der Studienabschluss أي معناتها التخرج من الجامعة. اللي بعدها Heiraten انه تزوج. تمام، انه شخص تزوج. اللي بعدها دي شفانغاشافت اللي هي امرأة حامل. يلي بعدها امتسين اللي هو انتقال، انه واحد مثلا ساكن او واحدة ساكنة ببيت بدون ينتقلوا من هذا المكان، اللي هو أمتسين. يلي بعدها إن غنتجين اللي هو إذا شخص تقاعد، وصل لعمر مثلا معين وتقاعد. تمام، مثل هون مثلا لعمر 65 بيتقاعد هون الواحد. يلي بعدها دي بيأدغونج اللي هي بعيد من هون، بعيد عنكم، بعيد عنا، اللي هو الدفن. تمام، الجنازة، يعني اللي هي الجنازة. تمام، هلا هي بنكون خلصنا هدول اللي هون. هلا رح نروح للكلمات اللي بعدها. تمام، هلا هون عندكم شايفين مثل اول كلمة مكتوب داس باسها اللي هي عيد الفصح تبع اليهود. يلي بعدها دي فاير يلي هي الحفل، انه اذا في حفلة او كذا بسموها هيك. تمام، يلي بعدها دير هوخت سايتستاغ اللي هو احتفال عيد الزواج. تمام، بين الزوجين، العيد السنوي، الذكرى تبع الزواج. يلي بعدها دير فاير تاغ اللي هو يوم العطلة، إذا كان في عطلة رسمية بألمانيا وكذا بيسموه دير فاير تاغ، هاي العطلة الرسمية.
تمام، غير غير العطلة اللي انت اخذها مثلا اجازة، تمام. فهي العطلة الرسمية. يلي بعدها دير موتاتاغ، دير موتاتاغ اللي هو عيد الام، الله يخلينا امهاتنا جميع يا رب. يلي بعدها دير فاتاتاغ، دير فاتاتاغ كمان الله يخلينا ابهاتنا جميعا ان شاء الله. يلي بعدها دي تاوفه، دي تاوفه اللي هو التعميد، التعميد بظن هذا اللي بالكنيسه وقت الولد يمكن بيولد بيعمدوه، هو يمكن هي التعميد على ما اعتقد، والله ما بعرف بصراحه. يلي بعدها هيرسلشن جلوكفنش، هيرسلشن جلوكفنش اللي هي تهاني قلبيه، اللي انه عم تهني واحد مثلا بشيء، تمام. يلي بعدها أليس غوتيت سوم جيبورتستاغ، أليس غوتيت سوم جيبورتستاغ اللي هو كل عام وانت بخير. اذا عم تعايده لواحد عم تقول له مثلا بعيد ميلاده كل عام وانت بخير، بتقول هاي الجمله، تمام. تمام، هلا عنا هاي الكلمات الثانيه. اول واحده فوليغيج فيرن، فوليغيج فيرن هاي معناتها انه شخص كان عمره مثلا 17 وصار عمره 18 سنه صار بالغ، تمام، فبتنقال هيك. يلي بعدها طويله شوي بس تنحفظ يعني، تمام. يماندم اينن هايغاتست انتراغ ماخن، يماندم اينن هايغاتست انتراغ ماخن اللي هو واحد طلب يد واحدة مثلا بده يخطبها او يتجوزها، تمام. يلي بعدها داس براوت كلايد، داس براوت كلايد اللي هو فستان الزفاف تبع العروس، تمام. يلي بعدها دي براوت، دي براوت اللي هي عروس، تمام. يلي بعدها دير برويتغام، دير برويتغام اللي هو العريس، تمام. يلي بعدها اين فاميليا غريندن، اين فاميليا غريندن اللي هو شخص كون عائله، يعني عمل عائله صار عنده مره واولاد. يلي بعدها دي شايدونغ، دي شايدونغ اللي هو الطلاق، تمام. يلي بعدها زيش شايدن لاسن، زيش شايدن لاسن اللي هو شخص طلق، انه هو طلق، تمام. يلي بعدها شتيربن، شتيربن اللي هو شخص بعيد من هون بعيد من السامعين مات، تمام. تمام، هلا هي بالنسبة لهذا الدرس اليوم اللي هو رقم 3، هيك بنكون خلصنا ان شاء الله هذا الدرس اليوم، ونكتفي بهي الكلمات اليوم، وان شاء الله بنلتقي بدرس ثاني بيوم ثاني ان شاء الله. مثل ما قلت لكم اذا عجبكم الموضوع بتمنى انكم تشتركوا بالقناة اذا كنتوا جداد، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى نحسن نستمر ونتشجع ان نستمر. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.